السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حي الله الأحرار في المغرب الإسلامي، وحي الله الأحرار في العالم العربي والإسلامي، وحي الله الأحرار في كل العالم. سلام الله عليكم، الله يسلمكم خواتي الجزائريين. نبدأ كلامي بإذن الله، نقول لكم ثلاثاء، والله العظيم أقسم بالله ما شاء الله، الله يقويكم وربي يزيد يقويكم أكثر وأكثر. هاو الشعب الجزائري رد لكم على الفكرة تاع رحتوا جبتوا طيارة صينيين، درتوها هي تمثيلية، جابوا طيارة فيها صينيين وقال لكم دخلوا كورونا ونشروها في الإذاعة ونشروها في صفحات الزبل تاعهم تاع الذباب، كونكو زعما راهم دخلوا الصينيين راهم جابوا كورونا باش يخوفوا الشعب. هي تمثيلية لا أكثر ولا أقل. البارحة أنا تكلمت بصح ما قلتش تمثيلية، شفت اليوم الجزائريين كيفاش خرجوا بهذه العزيمة وهذا العقل. قال لك كورونا ولا أنتم ما تكلحوناش، والله ما تكلحونا، اقسم بالله ما تكلحونا، اقسم بالله ما راح تكلحوا هذا الشعب. حتى لو جبتوا كورونا بعض الناس قال لك ننسى الخنونتي في مشوار ونرميها في كلوب دوبا باش تتعداو نتوما ثاني. لكن المشكل اللي ما فكرتولوش هي حثالة الزبل، يا اللي راك قاعد تشيطن افكار الشياطين، راك قلت لهم ديروا كيما هكا باش يخاف الشعب. هذا الشيطان هذا الحثالة باين عليه واحد من تاع ليكوش يلبس لي كوش هو اللي جاب هذه الفكره. افكار نتاع الستينات والخمسينات بحبوا يمشوا الشعب والشباب بالافكار تاع الستينات والخمسينات والربيع، مازالوا يجيحوا في رواحهم، مازالوا يظنوا الناس انهم جهال. وكي نقول لهم طحاحنا ولا طحاحنا مرخص يقول لك علاش تسب فيهم. طحن. الحاجه اللي ما فكرتولهاش، العالم كامل قاعد يشوف باللي الجزائر دولة تاع الجزائر دخل الطيارة فيها صينيين وتكلموا باللي راهم مرض، والله راهم جايبين مرض. ما فكرتوش واش هو رأي الدول الخارجية هذه؟ واش تفكر؟ تفكر باللي راكم مجرمين، تفكر باللي راكم ما عندكمش خوف على ذاك الشعب ما دام دخلتوا له المرض. تسمى زيدوا تثبتوا على رواحكم أمام الرأي الدولي أنكم مجرمين. شافها انسان سقساني قال لي كيف هذا، قال لي احنا هنا مانعين حتى ليمبورت، مش الصين مانعين ليمبورت الحوايج التليفونات، قال لي ما نجيبوهمش، قال لي باش ما يعديوناش. قال لي كيف دخلوا عندكم طياره فيها صينيين؟ قلت لها مجرمين. قلت لها هذا هو المشكل تاعنا، احنا 60 سنه وحنا نقولوا بلي مجرمين يقتلوا في الشعب. قال لي والله حاجه ما توقعتهاش. قال لي درك قنعت بلي هادو مجرمين مادام جايبين طياره فيها صينيين ومدخلينها. قال لي تسمى حابين يقتلوا الشعب؟ صح، حابين يعدوا الشعب بالمرض. قلت له هادو مجرمين، ودرك العالم كامل يشهد انكم مجرمين. ولو انتم درتوها لعبه باش تخوفوا الشباب وتخوفوا الشعب من هم خرجوا لكم من نهار ثلاث وخرجوا ومتكاتفين ومتلاحمين ويعيطوا ولمين بعضهم وموتوا بغيظكم. قل موتوا بغيظكم. شوف نقول لك حاجه، موتوا بكريس كاردياك، خليه يحكمكم السكر والضغط. عييتوا باش تحبسوا هذا الحركه، عييتوا تتفرقوا، عييتوا ديروا تفرقه، عييتوا تطاكيو فيه بالزواف، عييتوا تطاكيو فيه تقسموا قبايلي وشاوي ومش عارف ومصابي وتقسموا، عييتوا باش ديروا في الفتنه، عييتوا قلتوا الارهاب، رحتوا اختلقتوا الارهاب، قلتوا ارهاب يسلم روحو ارهابي راح، لقينا بومبا لقينا طياره، ما على باليش طاح صاروخ، ما على باليش عاودوا حييتوا هتلر. ملقي درك راه كورونا ما على باليش، والله ما راكم تحبسوا هاد، راكم غير تخرطوا، قسما بالله غير تخرطوا برك. هاد الحركه هاد الثوره، هاد الثوره السلميه والله ما راح تحبس حتى الشعب يدي الاستقلال تاعو وتتحاسبوا. خرجتوا كذبه ونشرتوها انتوما ان السعيد خرج برا، انه خرج لاسويس، انتوما اللي نشرتوها ما كان حتى واحد نشرها، هي كذبه، اتضحت انها كذبه. علاش؟ انا نقول لكم علاش، درك فهمتها علاش هاد اللعبه، ولو اني فهمتها روطار، هذا ما اعطى ربي. علاش بس يخرجوا هذيك الفتنه ويخرجوا هذيك الكذبه، ومن بعد الاحرار كيقول لكم راهم خرجوه يقول لك لا ما خرجش، ها هو راه يقول لك هم يكذبوا عليكم. شفتوا كيفاش يكذبوا عليكم؟ مع ان الكذبه هذه انتم اللي اخترقتوها وانتم اللي اخترعتوها، انتم اللي نشرتوا بين الناس ونشرت صحافه العار تاعكم ونشرت الصفحات العار تاعكم، نشرتوا باللي سعيد بوتفليقه راه في لاسويس يداوي، انتم اللي خرجتوا هذه الكذبه. علاش باش تطاقيو بها الاحرار؟ باش الاحرار كيقولوا لكم راكم خرجتوه تقول لهم شوفوا هم يكذبوا، هم يكذبوا عليكم. شفتوا ماهوش اثبات كذب، احنا عمرنا ما كذبنا،
هزنا الكلام من عندكم، احنا ما اخترعناهش من عندنا، احنا اي حر قال هذه الكلمه ما اخترعهاش من عنده، حتى كان ناس احرار راحوا لتم لاسويس وتبعوا هذا، لانه ما كانش يعرف، لو كان يعرف صاحب اللي كذبه ما كانش يروح لتم، ما كانش لازم يروح لتم، لانه عارفها كذبه، علاش يروح يكذب كذبه ويصدقها؟ لا لا مستحيل، لانه تبع الكذب تاعكم انتوما، مخابره العار واعلام العار. وصلتوا ما على باليش، البارح جاتكم قنبله واليوم جات لكم قنبله اكبر، اجتماع الشيخ علي بالحاج مع ابونا بورقعه ومع استاذنا الفاضل بوشاشي، اجتمعوا ولان فيلتري بالعربي، ما على باليش علاش، او عارف فيلتري ما عرفها، عارف روحو يكوف في روحو زعما كنكون مش فايقين به الناس. اقعد تدي الريح، اقعد وتدي الريح، طحت مع الصحاح تدي الريح، هذوك عمالقه يدخلوك في غار ويخرجوك من غار واحد اخر، يدخلوك من ويخرجوك من هيه، وما عنديش شك في هذا الموضوع، يدخلوك من ويخرجوك من هيه، يدخلك البحر ويخرجك الجهه الاخرى من هي ناشف. داروها قنبله، خلاص علي بالحاج كان يشتم فيهم وكان يقول عليهم تكفيريين وكان يقول يحارب فيهم، مع ان علي بالحاج عمره ما حاربهم، عمره ما قال كلمه عليهم، قال لك كلهم جزائريين، ومهما يكون مهما يكون علماني لائكي، المهم جزائري وطني. بوشاشي قال لك هذا علماني ويكره الاسلاميين لانهم رجعيين، قبحكم الله كذابي. ما يهمنيش انا هو شيوعي ولا علماني ولا، هو وطني، من نهار بدات وهو يدافع على المستضعفين ويدافع على المساكين ويدافع على الجزائريين ويدافع على هذيك الجزائر، واقف مسكين في هذاك العمر، مازلتوا تجروا فيهم وتشيبوا فيهم وتعرقوا فيهم على هذاك العمر، نحطوهم فوق راسهم. هذه القنبله الاولى رعبتكم، على بها خرجتوا الفتنه وخرجتوا الاشاعات والكذب تاعكم، رعبتكم لانكم شفتوهم متحدين وشفتوهم يد واحده، رعبتكم لانهم كانوا كتله واحده واخوه جزائريين. ما يهمناش حنا يصلي ما يصليش، الله يصوم رمضان ما يصومش، المهم جزائري وطني يخدم لهذيك البلاد، ما يهمنيش انا شكون، رعبتكم سكنت لكم الرعب، دارت لكم لا دياري زحمه في القلب. زادت لكم القنبله الثانيه اليوم، الشباب كيفاش خرج بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، الشباب الجزائري والشابات والحرائر الجزائريين كيفاش خرجوا في الشوارع، كلهم يد واحده، كلهم يد واحده، وترحموا على خاوتنا اللي ماتوا في قلمة، ربي يرحمهم ويسكنهم فسيح الجنان، ترحموا على كل المسلمين اللي ماتوا، كل الجزائري اللي موت ترحموا عليه، ما عدا العصابه تاعكم الله لا يرحمهم، مقبورين باذن الله، جهنم وبئس المصير. سمعت البارح فيديو يتكلم على الشتم والسب، انه مش مليح، وانه انا اقول لك يا شيخنا الفاضل ويا استاذنا الفاضل، عندي تعقيب على هذا، انا ما عنديش جدال معك، انت عملاق من العمالقه ما نقدرش نناقشك في مواضيع مثل هذه، لكن نبدا وجهه نظري. واحد يسب لي في ما ويسب لي في بابا ويسب لي ويخوف فيا ويقول لي نقتلك ويقول لي تهديدات بالقتل وتهديدات الاهلي بالقتل وما على باليش وتكذيب، ويسب لي في ما وبابا وتقول لي انا ما نقولوش رخيص بن رخيص، لا لا نقول له رخيص بن رخيص، انا نعطيك الفوائد تاع رخيص بن رخيص وطحان بالطحان، كي يقول لهم طحان بالطحان ورخيص ورخيص، واش معنى الفائده تاعها هذه؟ هذه الشباب اذا تعود عليها يقول لهم رخاص ولاد رخاص، ما يسبش جاره وجارته وعمه وعمته وخوخ، لا هما هذا العصابه، كي تقول له رخيص بن رخيص تستمرأ عليه، ينكسر جدار الخوف، تولي تشوف فيه اصغر من الباعوضه، وهما فعلا اصغر من الباعوضه. بيتهم اهون من بيوت العنكبوت، وهم فعلا هذاك هو الشيء. الشباب كسر الخوف بهذه الكلمات، كي ولا يقول لهم يا مجرمين يا قتله، طحاحنا ولا طحاحنا. ناخذوا مثال انيس ولد القومي، طحان انيس ولد القومي، هو طحان، هذا وصف او مش سبه، احنا ما نسبنالوش حاجه ما هياش فيه، هو طحان ورخيص، رخيص بايع الجزائر وبايع حتى عرضه، مرا سرقها الراجل ومديها للرجال ويرقد معاها في دار واحده، رخيص ولا موش رخيص؟ طحان في العربيه تسمى قود، وصف هذا موش مسبه، باباه قومي كان يقتل في الجزائريين رخيص، كي نقول له طحان بالطحان ورخيص ولد رخيص، ما كذبتش في هذا الشيء، انا وصفته بما فيه. الشعب الجزائري كيتعود يقول له رخيص ولد رخيص
يحتقروا، يصغر في عين الشباب الجزائري، يصغر يولي بعوضة، مثله مثل الجنرالات اللي قتلوا الجزائريين، ذبحوا الجزائريين وسلخوا الجزائريين في التسعينات، وما زالوا يكذبوا يطلعوا يقول لك ما شفتوش اللي حصل في التسعينات، ما ترجعوناش للتسعينات بيسك الاسلاميين ما قتلوا حتى واحد في التسعينات، يا كلب يا ولد الكلب، يا طحان بالطحان اللي تنشر في الفتنه وتنشر في الكذب. نقرا في لي كومونتير تاعكم، نحب ان كاين عباد عيبك نحيهم وما يتنحاوش، والله ما يتنحاو، ما على باليش واش مدايرين، يبقى لاصق كل جربه نحيه ندير له بلوك وما يتبلوكاش. ذباب الخماج، ذباب العار، بصح والله اني معاكم، كل ما ديروا كومونتير نزيد نعذكم شويه نطلع لكم زبلاكم، وليتوا تسبوا لي في ما وتسبوا لي في بابا وتلعنوا وما على باليش، راح تخرج من التليفون، انا نتمناك لو تخرج من خنقك، تخرج من خنقك، نتمنى نلقاك في الطريق، نتمنى لو ربي يقابلني بك في كاش فيراج. لا اله الا الله محمد رسول الله. زدت يعني قاعد نتبع في الفيديوهات، شفت واحد الفيديو واحد السفيهة واش قالت؟ قالت لك رفضت الترشح، اسمعوا مليح اخواتي الجزائريين، رفضت الترشح، شوف، لكي لا اساهم في تمييع الوعاء الانتخابي. هيا نفهموها مع بعضنا. قالت رفضت الترشح، كان هي ما رفضت الترشح، هي كون عيطوا لها تروح تحبوا، قسما بالله تروح تحبوا مادام تليفون، يجيني مادام تليفون، هي اصلا مادام تليفون، غير تليفون تروح تحبي، تروح تسحب عليك رجع هاك تجري. ترابع، رفضت الترشح لكي لا اساهم في تمييع، شوف، لكي لا اساهم في تمييع الوعاء الانتخابي، تسمى هي تعترف ان الوعاء الانتخابي مايع، وكي تدخل فيه هي يزيد يميع اكثر، تسمى هو مايع وتزيد تميعه هي اكثر، تسمى هما اصلا من المياع. اللي ما يفهمش المياع اخوتي الجزائريين، الانسان كيكون مايع كيما نقولوا حنا انسان فاسد، انسان موش متربي، انسان ما عندوش اخلاق، انسان منحط سافل، طحان والطحان تقدر تقول عليه كل شيء، انسان كيكون مايع منفك اخلاقيا، منحل، ما عندوش اخلاق، منحل، كيما نقولوا حنا انسان سايب، احنا عندنا في الشرق نقولوا انسان جايح، ما على باش كيسموها في الغرب، جايح واحد جايح، ما عندوش قرارات، ما عندوش شخصيه، ما عندوش فهم، غير يجيح روحه برك، هضرته تافهه، سفاهات، ما يقولش كلمه فيها الفايده، يسموه مايع باللغه العربيه، انسان مايع منحل اخلاقيا. فهي تعترف ان الوعاء الانتخابي مايع، وما حبتش تترشح باش ما تزيدش تميعوا اكثر. ثم راكم تعترفوا بلي راكم مايعين ومنحلين اخلاقيا وفاسدين. بفهمكم، شوف ربي كي يضرب انسان المخ، يولي هو يعترف على نفسه واثباتات مسجله انه مايع، ومازال تصح في وجهها وتقول لك انا رفضت الترشح، قسما بالله لو يعيطوا لك بالتليفون غير تروحي تزحفي على ربعه، تزحفي هيك على مسلين تجري لعندهم. الانحطاط الاخلاقي والسفاله وين وصلت بكم، والله العظيم غير مرخص ومطحن، مرخص ومطحن، مرخص ومطحن، وانذال، ما تسواوش فرنك، ما يكفيكمش انكم قتلتوا الجزائريين في التسعينات، سلختوهم سلخ، قسما بالله طريقة القتل اللي قتلتوا بها الجزائريين والله ما تدل الا على الحقد الدكين في داخلكم، الحقد اللي فيكم على المسلمين، والحقد اللي فيكم على الجزائريين، الكره تاع الجزائريين، قتلتوهم بطريقة بشعة، مش حتى قتل نورمال عادي هكا، لا والله. والله كاين طرق قتلوا بها الجزائريين، والله لو نذكروها لكم قسما بالله غير تتقيل، تتقيل تقول مستحيل باش بنو ادم بشر يدير حاجه كيما هكا. ومن عبد العزيز مجاهد اللي جاي صح في وجهه يشرك على فمه ومازال يحل على فمه ويقول لك انايا ما على باليش، المهم جنرال متقاعد، انتايا مجرم متقاعد، مصيرك جهنم باذن الله، تروح عند ربي تعرف شحال من ارواح تستنى فيك لثم. اما في الدنيا يلحقوا عليك الاحرار يعاقبوك، شوف كم من روح راه تستنى فيك الثم، يستناو فيك بفرغ الصبر جهتهم يشتكوك امام الذي لا يظلم عنده احد، ومازالتو تصحوا في وجوهكم وتطلعوا في التلفزيونات وتهضروا، فاتحين لكم تلفزيونات العار والدمار، تلفزيونات الخزي اللي تدعم باموال الشعب، يكذب فيها على الشعب،
تحبوا تكلحوا الجزائريين وتحبوا تطنهوا الجزائريين، مازلتوا برك تحتقروا في العقل الجزائري. العقل الجزائري اللي وصل لي يخدم في ناسا ويخدم في اكبر شركات في العالم، مازلتوا انتم تحتقروا فيه وتظنوا انه غبي، ويطلع واحد من الحثالة اللي ما هو فاهم والو يجي يسبك ويطيح لك الهضره، وكي ترجع له السبب وترجع له هذيك يقول لك راكم فاسدين. احنا ماناش فاسدين، وهمتمونا يعني، ودخلتوا لنا في راسنا باللي الشعب الجزائري ماهوش متربي. الشعب الجزائري متربي، دخلتوا فيه بعض الطيبة الفاسده صح تتنحى، وهذا الحراك بربي ان شاء الله هو خصيصا باش يربي الشعب وينحيكم انتم. الشعب يتربى يتربى باذن الله، يعدل روحه ويربي روحه، قادرين عليها. وموجود الاحرار في الجزائر، وموجود دكاتره في الجزائر، وموجود ناشطين اخلاق واللي يدعوا للرحمه واللي يدعوا للخير، وكاين الناس للاصلاح، وكاين الناس اللي يربوا الشعب ويوعوا الشعب ويفهموا الشعب ويولي شعب واعي باذن الله وفاهم. هو راه واعي وفاهم، لكن فيه قله قليل تزيد تربى وتتعدل معه باذن الله، يتلموا يد واحده. هذا الحراك ماهوش فقط باش ينحيكم انتوما، لكن تصحيح مسار دوله وامه باكملها، تصحيح مسار شعب. شعب اللي فسدتوه 60 سنه وانتم ترموا فيه في الخماجات تاعكم، دخلتوا له اللهفه، دخلتوا له المرض، الرشوه المحسوبيه، دمرتوا له الدمار، دخلتوا له الدعاره، دخلتوا له المخدرات، دخلتوا له الاخلاق تاعو، بديتوا تسلبوا له فيها، حبيتوا تجردوهم كل شيء هو مليح، حبيتوا تردوهم همجيين، حبيتوا تفهموا العالم ان الشعب الجزائري هذا قتال، ان الشعب الجزائري عصبي، ان الشعب الجزائري هذا منه خلاص يعني ما يتعاشرش. كذبتم ورب السماء، كذبتم، كذابين ملعونين، قبحكم الله، قبحكم الله. والله الشعب الجزائري اثبت في هذا العام هذا انه انظف منكم ألف مره واشرف من شعوب كثيره، بدون يعني شوف شعوب كثيره ما عندهاش الاخلاق اللي عند الشعب الجزائري، ولو انه فيه قله قليل بعض الامور تزيد تتصلح بربي ان شاء الله، تتصلح تتصلح. الرشوه تتنح تتنح من البلاد، المحسوبيه تتنح تتنح، الانانيه تاع الانسان غير انا برك انا برك انا برك ما كاينش انا برك تتنح تتنح. خاوتي الجزائريين، الامور العامه قبل الامور الخاصه، الامور العامه اذا صلحت الامور العامه تصلح الامور الخاصه اوتوماتيكيا، اذا صلحت الامور العامه الامور الخاصه تصلح اوتوماتيكيا. علاش؟ لان الامر العام صالح خلاص الامر الخاص يولي صالح، لكن لو كل انسان يقول لك انا 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 يفسد الامر العام حتى الامر الخاص يفسد. وهذا شوف روح ابحث عليها في اي كتاب من كتب علم الاجتماع تلاقي نفس الكلام اللي نقول لك فيه. روح اقرا بالنبي، كتب بالنبي، الامر العام قبل الخاص. علاش؟ إذا صلح الأمر العام صلح الأمر الخاص. نحاول الأنانية هذيك تاع أنا وفوق ظهر الناس، لازم يتسعى فوق الناس باش يدي هو. كانوا مكفر على الخبز يجي يعفس الناس باش يدي هو الخبز، كان الناس اللي واقفين قدامهم على باش قاعدين يديروا، ما مش رايحين يدوا الخبز، والله ما مش رايحين يدوا القهوة، والله ما مش رايحين يدوا الحليب، والله لازم يعفس الناس. ما تجيش هك، الأمة ما تقومش هك. كاين بعض الامور الشعب لازم يربي بعضه ويعدل بعضه ويتعدل باذن الله. حبيتوا تفهمونا باللي الشعب هذا ما خلاص لا رجاء منه، وقام فيه الرجاء 22 فيفري من تحت الرماد، خرجت لكم نار 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 حرقتكم تاع بصح، نار نار ما تطفاش، تطفى الا بالاستقلال باذن الله، وبعد الاستقلال تشعل نار اخرى، نار العمل، نار باش تنوض هذيك البلاد، نهضت هذيك البلاد، نار تخدم هذيك البلاد، نار قايده في قلوب الجزائريين باش هذيك البلاد تولي احسن دوله باذن الله. رديتونا من اخر الامم، درتونا تافين وسافين، رديتونا يعني مانيش عارف واش حبيتوا تردون الجزائر هذه بتفاهاتكم وسفاهاتكم. جنرالات العار، مازلتوا برك تكذبوا. كي جبتوا طياره اللي فيها كورونا زعما كونكوا جبتوا فيها صينيين وصورتوها ونشرتوها في الاذاعه تاعكم، ونشرتوها في صفحات العار تاعكم، هي كذبه زعما باش تخوفوا الشعب الجزائري. هاو ما خافش الشعب الجزائري، وخرج لكم اليوم، هاو خرج، خرج نورمال، هاو خرج. ونهار الجمعه يوم عظيم، ونهار السبت اعظم، شوف الجمعه اعظم والسبت اعظم واعظم باذن الله. الجمعه هذه والسبت زلزلوا الارض،
وزيد واحد الفكره، ما تخلوهمش يا خالتي، يا خالتي الجزائريين، انا قلتها لكم من قبل، ما تخلوهمش يحشروكم في بلاصه واحده، البريد المركزي ويديروا عليكم. لا لا، من حقك تروح وين ما تحب، من حق الشعب الجزائري يمشي وين ما يحب. وراهم 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 وراهم، شوف هما يعندو وانتوما يعندو، ما توصلوش للعنف، بصح هو يدز وانت دز، تكسروا الحاجز الامني، ماشي يحدد لك المكان، يدير لك غير قدام بلاصه هذيك، ويبقاو يعسوا فيك حتى تكمل، عارفينك تقعد ساعتين ثلاث سوايع ومن بعد تروح، صاي، وما يصبروا معك الساعتين هذيك وروح. هي السنة وكان هرج معي تلسك ساعتين وروح. لا لا مش هك هكاك والله ما يكرهوا هكذاك والله، يقعدوا 20 سنة حابين تغيروا كل براس حلال يوقف في الجزائريين، قانون مسموح ظهروا لهم في كل بلاص، ما تمشوا لهم هك وروحوا لهم هك وروحوا لهم هك والشعب كامل وروحوا هك وروحوا جروهم تعبوهم تعبوهم. هذا الحثالة اللي راهم دايرين الطوق الأمني مع احترامي للشرفاء لازم يعرقوا يتعبوا فعلا، كي يتعبوا يكرهوا. لازم تكسروا هذه الخطه، لازم تكسروا الخطه تاعهم، هما عارفين كيفاش يسيروكم، يستفردوا باربعه خمسه يحكموهم، يستفردوا باربعه خمسه يحكموهم، روحوا جروا كامل عندهم، ما كاينش طلقوا الاولاد، علاش تدي فيه؟ واش دخلك؟ علاش هز في الطول هذا، هز درابو ولا قاعد يعيط مدني، علاش راك تدي فيه؟ الشعب كامل روحوا لعندهم، روحوا كامل كامل كامل، الشعب كامل، ما تهربوش. لازم يفهموا باللي خلاص كملنا الموضوع تاع الهربه، ماناش هربين، ماناش قاعدين نسرق، ماناش سارقين باش نهربوا، ماناش سراقين باش نهربوا، ما راناش مديرين حاجه غلطه باش نهربوا، ما قتلناش الناس باش نهربوا، بلادنا حقنا، مش نهربوا ونخلوه، لازم نروحوا لعندهم. علاش راك تحكم في الاولاد؟ تنزلهم ضرب، تنزلهم من هذيك ينزلوا من الشاحنه تاع الشرطه، ينزل كيفاش ما ينزلش، ينزل بالسيف عليك، كي تلم عليهم الشعب ينزلوا. شفتها مرة قسما بالله الشرطة واقفين شحال من شرطة، كي تلم عليهم الشعب بزاف خنسوا كل كلاب، خنسوا جبدوا رواحهم وقعدوا كل كلاب هاكم دايرين هاك وجههم يستنى تفوه عليكم يا طحاحنا. تخافوا ما تستحوش، فعلا تخافوا ما تستحوش، والله يخافوا يا خالتي الجزائريين، يخافوا ما يستحوش، يخافوا ما يحشموش. مرخص، أنا نطيح مرخص، ولاد مرخص، خماش ولاد خماش، معفنين ولاد معفنين. ها يا سيدي نزيد، ما على باليش شرطي، ما على باليش اللي قاسم من قسم انه يحب يروح يحكم لي في واحد يدخل فيه شي كرامه ويضرب فيه، ما على باليش وتلايط وتلايط، ومن بعد صح وجهك تخرج في وسط الشعب وتقول انا من الشعب وانا ندافع على الشعب. مرخص وطحاحنا خاوتي الجزائري، ما تخلوهمش يدوش الاولاد، كي تشوفهم قاعدوا يحكموا في الاولاد تلموا عليهم، والله العظيم كيما نقول لكم تلموا عليهم، هذا مش عنف، ما هوش عنف، هذا كذلك سلمي، لكن علاش هو يدي في الاولاد ما يديهمش؟ تلموا عليهم قدام ما كانش، تنزلهم بالسيف عليك واش لي تنزلهم، ما عندها ما راح يدير، شكون ربي هذا باش يجي يدير هو؟ واش دخل هو يحكم في الاولاد؟ علاش يحكم فيهم؟ انت تحكمهم مش من حقك تحكمهم اصلا. لازم تفهموا حاجه يا خوتي الجزائري، ما تهربوش، علاش راك هارب؟ ما سرقت، ما قتلت، ما نهبت، ما خطفت حاجه، ما قتلت انسان، ما درت حاجه منكر، ما درت حاجه حرام، ما درت حاجه خارجه على القانون، علاش هارب؟ يجري وراك بوليسي تهرب، علاش تهرب؟ واش نقول له علاش تجري وراي؟ خير ان شاء الله، احكم علاش تحكمني؟ واش دخلك انا وين نمشي؟ حر في بلادي نمشي وين ما نحب، ما كاينش قانون يمنع. وديجا في الجزائر ما كانش قانون، القانون دايرينه غير ليكم انتوما برك. يخوفوكم بالقانون، هما مستعرفين بالقانون، هما اصلا ما مستعرفين بالقانون، الخروقات اللي دايرينها في هما اصلا حاطين القانون تحت رجليهم، يبدلوا اللي يحبوا وقت ما يحبوا، يمشوا وقت ما يحبوا، هم خرجوا الخماش يحموا وقت ما يحبوا، يديروا واش يحبوا، يبدلوا القانون وقت اللي يظهر لهم هما وصاي، عصابه معفنه، رخاص ولد رخاص طحاحنا ولا طحاحنا، شوف بالرئيس اللي راهم دايرين منصبينه رئيس، بالوزراء هذوك كشبه واحد يجيب وزراء قسما بالله هذوك الوزراء، شوف اصغر واحد فيهم، اصغر واحد فيهم يستاهل 50 سنة حبس، النهب والسرقات يكفيهم، فيهم الناس كانوا يسبوا في الشعب، يسب في الشعب اقبح اللعن يعني. تزوير والنهب والسرقه وتهريب اموال للخارج، هذه بوحدها تكفيك تجيب لك اعدام يا طحان بالطحان يا المرخص. وكلهم يمشوا تحت امر جنرالات معفنين، جنرالات قسما بالله لو تصح لي غير نرحيكم، لانكم والله ما تستاهلوا الا الاعدام، حبيتوا تدمروا هذيك البلاد ومزلتوا برك عازمين على تدميرها، ومزلتوا برك تطحوا في وجوهكم، مزلتوا تقبحوا في وجوهكم بعد عام من الثوره الجزائريه، مزلتوا برك مصممين، مزلتوا برك وين حابين توصلوها؟ انا قلت لكم توصل للاخره قسم بالله يبقى لكم اللي تيترو،
توصلوا الشعب يتسكر في راسه ويدير لكم ثوره فعلا، توليوا كيما القذافي تتقتلوا في الشوارع، والله تتقتلوا في الشوارع يا طحاحنا، يا المرخص يا وجوه الكلاب، حثاله الزبل، مخلفات بني صهيون، مخلفات بني صهيون ومخلفات فرنسا، والله مخلفات بني صهيون ومخلفات فرنسا، مخلفات كابرانات تاع كابرانات فرنسا، يعني خماج تاع خماج، واحد خامش واللي تحتو اخمج منه مخلفه من وراه، مورثها له كان ورثها له باباه، الله لا يتربحكم قبحكم الله، سفهاء فعلا سفهاء. لا اله الا الله محمد رسول الله. فيا استاذنا ويا شيخنا احنا كي نقول لهم مرخص ولاد مرخص وطحاحنا ولاد طحاحنا ونقول لهم هذا الكلام، مش لاننا احنا سفهاء، احنا ماناش سفهاء والله ما رانا سفهاء، لكن هما هكذا هذا يعجنتهم هما هك. في قول النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك خاطبوا الناس على حسب عقولهم، على قد عقله سربيلو، على قد البره تاعو سربيلو، هما عقولهم هاك يفهموا غير بالسبان والرخص. الزمان تبدل ما بقيناش في عصر الصحابه، الزمان تبدل ما ناش في عصر الخلفاء الراشدين ولا في عصر الامراء، هذا عصر السفاهة وللسفاهة أقوام، هم سافين وتافهين، سافين وتافهين. والله الجرائم اللي قاموا بها ما قام بها فرعون، الجرائم اللي داروها قسما بالله ما دارها فرعون، الخماج اللي راهم يديروا فيه ما داروش أبا لهب ولا أبا جهل، وصلوا للانحطاط الأخلاقي آخر الزمان فعلا، أتباع المسيح الدجال ما يستاهلوا إلا اللعن والسب والشتم، لأن هذا باش يفهموا يستفزوا في الشعب بكل الطرق، يحبوا يخرجوا عن طوعه، لكن بشرى بشرى للمؤمنين، إذا استفزتوا الشعب واستفزوه استفزوه والله العظيم تنتهي بكم إلى مزبلة، مش مزبلة التاريخ، إلى مزبلة المقابر، لأن حتى مع المسلمين وما تجوش تدفنوا مع المسلمين، مش من حقكم تدفنوا مع المسلمين، نحفر لك حفرة ورد مكة مع البال شوين ما يهمش، ما يتصلاش عليكم والله ما يتصلى عليكم، القذارات اللي طالعة منكم الوسخات اللي طالعه منكم والله ما يتصلى عليكم، عمري ما شفت كلب فيكم راح يصلي، عمري ما شفته، روح جيب 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 اسيدي روح جيب، نهار خرجتوا زعما كونكو تضحكوا على عقول الناس بالصالات، جبتوا هذاك المعتوه راح يصلي في التروطوار بلا زربيه بلا والو، يصلي في التروطوار زعما كونكو شوفوني اني امام نصلي، من بعد طلع سفيهكم الذي علمكم السفاهه، لا اله الا الله محمد رسول الله، في المنبر قاعد يسب طيح الهضره في المنبر، حي الله هذاك الحر اللي طلع الواحد الامام على باش يهضر، حرموا حرموا المظاهرات حرموا المظاهرات، يا سفيه طلع فوق منبر رسول الله تكذب على الله وتكذب على الرسول، ومن بعد كي نقولوا عليك طحان بالطحان تقول لك بتسبوا فيا، راك جايب السب لروحك يا رخيص، انت سبيت اصلا الدين زورتوه، تزوروا في الدين تحرفتوا الدين، كذبتوا على ربي كذبتوا على العباد كذبتوا على النبي كذبتوا على الصحابة كذبتوا على الله، درك راكم تكذبوا على الحيين، ناس قدامنا مازالوا حيين يشهدوا باللي لا لا وانتم تكذبوا عليهم، قبحكم والله. ومن بعد كي نطيحوكم الهضره نقول لكم رخاص ولاد رخاص وطحاحنا ولاد طحاحنا ومرخص فعلا مرخص، جيت تقولوا لا راكم تسبوا فينا راكم تطيحوا في الهضره، انتم مفتوا في تطيح الهضره، انتم طيحتوا شعب كامل عفستوا عليه، نهبتوا اموال شيء امه كامله نهبتوها، دمرتوا شعب، درت صورة فيها اولاد صغار طلع قلتها لاجل هذا سننتصر باذن الله، هذا الاولاد اللي تصورة فيها من اجل هذا من اجل هذا الاولاد لازم ننتصروا، لان احنا راحت علينا خلاص، اولادنا لازم يعيشوا هذيك الحياه الكريمه ويعيشوا هذيك العزه والكرامه ويحسوا بالحريه ويحسوا باللي راهم في بلادهم صح، يفتخر باللي راه جزائري وراه عايش في الجزائر، طلع طحان بالطحان مش كاتب لي قال لي حتى الاولاد دخلتهم في السياسه، الاولاد دخلتهم في السياسه راكم تخدموا بهم، احنا نخدموا بالاولاد يا طحان بالطحان، سيادك راهم ذبحوا الاولاد في التسعينات، جنرالات العار وجنرالات الدم، سقسي عبد العزيز مجاهد شحال من طفل ذبحوا، سقسي الخماج المعفن المقبور اللي راح الله لا يرحمه شحال من طفل ذبحوا، سقسي الخماج اللي راه مازالوا عايش ومنهم شنقريحه شحال من طفل تذبح من تحت الاماره تاعو، هو هو اللي عطى الاوامر باش يقتلوه، دخلوا على قرى ذبحوها بالنساء بالرجال بالاولاد بالشيوخ بكلش ذبحوهم، احنا نتاجروا بالولاد، انتم ذبحتوا الولاد ما رحمتوهمش، البقر والله قريه دخلوا عليها ما لقاوش ناسها هربوا، والله الغلم الغلم حرقوها الغلم، شوف الحقد كي داير ولا كره الكلاب، والله الكلاب ذبحوه قسما بالله غير الغلم في هذيك القريه ذبحوا الغلم وذبحوا الكلاب،
كيما لقاوش العباد. الحقاره تاعكم وين وصلت؟ والانحطاط الاخلاقي تاعكم وين وصل؟ والحقد تاعكم والكره وين وصل؟ من بعد جيت تشوهنا حنا نقول لك رانا نخدموا بالولاد، حنا ماش نخدموا بالولاد، حنا نخدموا من اجل هذوك الاولاد باش يعيشوا في كرامه ويعيشوا في عزه باذن الله. تحبوا ولا تكرهوا تتنحوا، والله غير تتنحوا ولو بالصباط. يا طححنا يا ولاد طححنا يا المرخص. تمنيت نشوف وجهك باش نعرفك شكون انت، تمنيت. الله لا يتربحكم حثالة الزبل. المهم خاطي الجزائريين سامحوني على هذا الانفعال. المهم شفت في الفيديوهات لقيت واحد الانسان اسمه رشيد بن عيسى، هو امازيغي حر، امازيغي حر ويعتبر من الباحثين وعلماء، قاري لغات ودارس تاريخ. بون كل انسان عنده اخطاء وعنده، لكن كلامه سبحان الله بحثوا عليه رشيد بن عيسى، هو امازيغي، انا ما نزكيهش ولا حاجه، لكن لقيت عنده منطق، منطق يتكلم به، منطق فيما يخص الامازيغ الجزائر، منطق. هذوما اللي تقدر تقول عليهم امازيغ احرار، الايديولوجيه تاعو ما تهمنيش، مسلم ماهوش يدبر راسه، لكن وطني، انسان وطني يحب البلاد، يحب هذيك البلاد ويحب الخير لهذيك البلاد. هذا هو الميزان اللي نوزنوا به حنا الرجال. تصلي تصلي لروحك راح تصلي لي انا، ما راكش راح تصلي لي انا. ومن بعد شكون قال لك الانسان اللي ما تصليش تقيم عليه الحد؟ اعطيني ايه في القران وحده تثبت هذا الشيء. قال لك لا لا في السنه، السنه اذا خالفت القران ارمي. شوف اي حديث في السنه اذا خالف القران، صادم القران، موش موجود في القران ارمي. هاي زيد هديها من عندي، ما تكسر ليش راسي. جيت تقول لي قال فلان بحبحاني ومعمعاني، ما تدخلنيش في المتاهات هذه. السنه ما تنساش تخالف القران، مستحيل. السنه ما تعارضش القران، مستحيل. السنه ما تخرجش عن نطاق القران، لان السنه هي تفسير القران فقط. اعطيني انت دليل واحد ان النبي عليه الصلاه والسلام اعدم واحد ارتد، ما كانش. حكم الردة إذا علم منه خطر، إذا هذا الإنسان عرفت باللي رايح يروح الكفار يهز السلاح ويحاربك، قال ثم كمل عليه، إذا عنده أسرار دولة ورايح باش يكون خطر هذاك ناحية، أما واحد من عامة الناس الله يسهل عليه خبط راسك في الحيط، دبر راسك، روح عم بحرك، منافق اليوم صلى غدو، دبر راسك بينك بين ربي. بالك هو صلى اليوم وربي قتله هو اليوم يصلي، يديه وأنت واش دخلك؟ المهم الامور العامه ما تفسدش البلاد، ما تكسرش، ما تنهبش اموال الشعب، ما تفسدش النسيج الاجتماعي، ما تحقرش الناس، ما تظلمش، ما لازم تكون تصلح في هذيك البلاد، ما عندكش اراء هدامه لهذيك البلاد، ما تنشرش الفتنه والباقي ربي يسهل عليك. المهم تكون تبني في هذيك البلاد، تغرى اللهم تغرى الشجره. اما بقيه على المعتقد نتاعك وافكارك يلا سهل عليك. قبل تتناقشها معايا ناقشوها، ما قبلتش تتناقشها معايا ما ناقشهاش معاك، الله يسهل عليك، كل واحد حر. عندنا يقول كل نعشة تعلق من كراحة، من عرقوبة، كل نعشة تعلق من عرقوبة، عند ربي ما راش راح نسأل أنا أنت واش فكرت ولا واش ما فكرتش، ولا واش درت واش ما درتش، بينك وبين ربي، واش دخلني فيك؟ كل إنسان يسأل على أعماله هو. المهم الميزان اللي تقاس به الرجال الآن في هذا الوقت هو قاعد يخدم في البلاد ولا ضد البلاد، برك. هكذا نفرزوا هذا الموضوع. ما يهمنيش انا علماني، ما يهمنيش انا لايكي ماهوش مؤمن بربي كاع، واش دخلني فيه؟ ماهوش مؤمن بربي ما عندوش حق الحياه؟ علاه ربي قتلو؟ صار انت تغار على الدين وتغار على الله اكثر من الله عز وجل؟ اذا ربي معطيلو الحياه مخليه عايش، انت راح تقول علاش قتلو؟ واش دخلك فيه؟ ربي اللي هو ربي خلقه وعطيلو الحياه تاعو، هو كافر وكفر بها وملحد وربي عاطي له الحياه تاعو، ها عاطي له الحياه تاعو، خلاص خليه، المهم ما ينشرش الفكر تاعو، انا ما نسحقش يعلم الاولاد هذاك الشيء، بين اولادنا لا، يتناقش معنا احنا ايه، بصح مع اولادنا لا، لان الاولاد مازالوا ما فهموا والو، ما تعلمنيش اولادي انا الالحاد، معايا حاب تتناقش روح مرحبا، يا تردني نعبد بقره يا نردك تعبد الفيل، دبر راسك، درك هذا هو النقاش والجدال، يا تقنعني يا نقلعك. اما ما كانش قانون يقول لك هذا الانسان ملحد ولا انسان علماني ولا انسان ما على باليش، اذا كان يخدم لصالح البلاد هو جزائري، من حقه يعيش ومن حقه يتنصب ومن حقه يخدم، اذا كان العلماني، العلماني يعرف يدير الحسابات اكثر من واحد مسلم، انا نعطيها للعلماني هذاك يدير الحسابات.
من انا مسلم ما نخيرش هذاك المسلم صحيح، علاش ما هوش اهل لها؟ هذاك جزائري حر وهذاك جزائري حر، هذاك مسلم يصلي في المسجد هذا ما يصليش، بصح الخدمه هذيك هذا يتقنها خير من هذاك، الله هذا يخدمها. المشكل راه في القياده، القياده فاسده. لما تكون القياده صالحه ما يهمش كل شيء كاين لتحت، لتحت ما يهمش شيء كاين. على هنا اوروبيين صالحين فاسدين اخلاقيا فاسدين لكن يجتمعوا في حاجه واحده، يجتمعوا في الامر العام البلاد، بلادهم ما يحبوش تفسد، ما يحبش يرمي الوسخ في الطريق، ما يحبش يكسر، ما يحبش يفسد كي باغ اكزومبل، ما يحبش ينهب الدوله، ما يحبش يدي حاجه ماهيش تاعو. فيهم الطمع، فيهم الفاسدين، لكن القانون، قانون مزيرهم. الرقابه، الرقابه حاكمه كلش، الرقابه تراقب، تغلط يشوك للدار، علاش درت كيما هاك وعلاش درت كيما هاك، ويعاقبوك وتدي بروسي، واذا تستاهل الحبس يدوك الحبس. حنا عندنا نحاو الرقابه وطقوها سايبه، يلاه برطع على روحك انا ما على باليش. علاه ايام الصحابه ما كانش كاينه رقابه؟ ايام الصحابه كانت كاينه رقابه، كانوا يراقبوا بعضهم البعض ويعيشوا بعضهم البعض ويحاسبوا بعضهم البعض. صحابه وكانوا يحاسبوا بعضهم البعض. جيتوا انتوما في القياده الفاسده هذه، القياده الخاينه مش فاسده، قياده نجسه، قياده معفنه، قيادة قوم لوط، الله الله لا يتربحكم. نحيتوا الرقابة باش تنهبوا البلاد ونهبتوها فعلا، باش تدمروا هذيك البلاد وحبيتوا تدمروها، بصح والله ما تدمر والله غير تنوض على رجليها. واللي عنده خلاف دز معاهم، دز معاهم، اخبط راسك الحيط. الشعب الجزائري ها وخرج لكم يوم الثلاث، لا كورونا لا مقارونا لا بورونا لا والو، ما تخوفوا بحتى حاجة. يا والله مش تضربوا بالقنبلة النووية، كيموت الشعب كامل، دبروا روشكم من بعد الله يسهل عليكم. ورثوها انتوما يا قوم لوط. اما ما دام فيه القلب ينبض وعرق واحد يخبط، والله ما انا طالقين، قسما بالله ما انا سامحي، قسما برب العزه ما انا سامحي. وانا اول واحد والله ماني سامح، نبقى بوحدي نبقى نعيط، ثاني هاك والله غير نبقى نعيط، قسما بالله لو نبقى بوحدي، غير نبقى كل يوم ندير لكم فيديو وكل يوم نلعن فيكم، كل يوم. هاك حتى نهار نروح عند رب العالمين يجبد لي الهم، نقول له انا درت هاك وهاك وهاك وهاك، وهو حر، يحب يعاقبني، يحب يخليني، يحب يرحمني، يحب هذيك حاجه تاع رب العالمين، لا هي في يديك ولا هي في يدي انا. اما انتم ملعونين الى يوم الدين، اللعنه تلحقكم كما لحقت المقبور تاعكم الذي علمكم الفساد، الخامج المقبور القيد القي صالح الله لا يرحمه، خلى من وراه قنبله موقوته وراح، الله لا يتربحوا يدي في دعوه الشر هو في قبره، زيد العذاب. كامل الشعب كامل يلعن فيك، زاد خلف من وراه ديناصورات ومعفنين، الله لا يتربحكم. بو خوتي خواتاتي بارك الله فيكم، الله يجازيكم بالخير. والله العظيم قسما بالله، قسما بالله، اليوم اليوم الثلاثاء اليوم كي خرج الشعب هكذا، شوفوا درتوا لهم واحد الحاجه ما راكمش تصورين واش درتو لهم. هما كذبوا 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 باش يقولوا كورونا كورونا كورونا، ما على باش باش يخوفوا الشعب. خرجتوا لهم اليوم هذيك اللمه كامله، قال لك هذه الخطه ثاني ما صلحتش، يعني هذه الخطه ثاني فشلت. روحوا زيدوا خرجوا كاش خطط اخرين، نبقاو معاكم هكا، هما خرجوا الخطط وهما يفشلوا منكم. خاوتي الجزائريين انتشروا في كل الارض، مش غير قدام البريد المركزي، مشوا لهم في كل الشوارع، عرقوهم، ما لوش الحق يمنعك. الشعب كيكون كامل مشوا هاك روحوا هاك روحوا منا، طلعوا لهم لهي خرجوا لهم هاك، خلي يجروا خلي يتعبوا هذوك الكلاب المصاعر اللي راهم دايرين من ثم. حاشا بعض الشرفاء، اكسروا الطوق الامني يا الجزائريين، اكسروا الطوق الامني، ولا راهم داير لكم طوق امني، انتم اللي خيرتوه البلاصه، انتم تخيروا البلاصه فيهم محاصرينكم، الوقت مدير لهم بين وبين بين وبين برك، مدير لهم هذاك الوقت خلاص هم محاصرينكم، بالنسبه لهم سهله. بصح كي تخرجوا لهم حاجه جديده باغ اكزومبل، تزيدوا لهم 4 سوايع اخرين ولا 3 سوايع اخرين، راك قاعد في الزنقه الله اعلم، تعبتوا قعدوا في الارض بركي، تخرجوا روحوا مشمشمشم بعد قعدوا لهم في الارض، روبوزي من بعد نوضوا زيدوا مشمشم قعدوا في الارض. كي يجيو قول له ديكاش مشي ان شاء الله لا يتربحك، ما فيهاش هذه، يمشي واش دخلك انت ماشي في بلادنا واش دخلك؟ عندهم ما دخلك، تيكون الشعب بزاف والله ما عندهم ما يديروا، مرخص. لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يبارك فيكم وربي يحفظكم
وربي يسركم وربي ينور طريقكم والله يعافيكم ويعافينا ويشفيكم ويشفينا. كان واحد الاخت تدخل عندي اسمها فلور، هي دي كومونتير فلور، باباها وخوها ماتوا في شهر واحد، يعني رحمهم الله، طلبوا لهم الرحمة. كل أموات المسلمين إن شاء الله، والله العظيم صدمة بالنسبة للبنت أو الأم أو الإنسان يكون هكا ويفقد اثنين، خوه وباباه في 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 شهر واحد وبيناتهم شهر، يعني صدمة كبيرة بالنسبة للعائلة، صدمة كبيرة. ربي يرحمهم ويوسع عليهم وربي يثبتكم إن شاء الله ويلهمكم الصبر والسلوان إن شاء الله، وربي يجمعكم بهم في جنة النعيم بإذن الله عز وجل. الله يبارك فيكم خوتي الجزائريين وربي يحفظكم، وإلى موعد قريب بإذن الله، ربي يحفظكم. السلام عليكم.